في الدروس اللي فاتت شفنا الـ UTF-16 والـ UTF-32. أكبر مشاكل كانت عندهم الـ Indians اللي هي الـ Byte Order والإستوريج الكبير اللي كان بياخدها لكل كاركتر. جقام الـ UTF-8 قالوا لنا ده Variable Length Encoding System for Unicode، كان بيشيل الـ Unicode اللي هو كل حرف قصاده بايت معين، فبيجوا يخزنوا القيم في كم بايت. يعني ممكن غيم تتخزن في بايت واحدة، غيم تتخزن في 2 بايت، غيم 3، غيم 4. لكن الاسكي الأغلبية الكاركتر بتكون مستخدمة حتكون تاخد بايت واحدة، أما الحروف اللاتينية زي ده وده بيقوم كلنا بياخدوا لحدود 2 بايت، أما الحروف الصينية بتاخد قبل حدود شنو 3 بايت، أما في وحدين نادرين جدا حتى بيقوموا ياخدوا 4 بايت زي ريموز تاريخية وإسكريب أو أشكال إيموجي. الديس أدفانتج بتاعته لأنه بياخد لنا أرقام مختلفة من البايت، فمعناته لو دار نبحث عن حرف معين فبياخد مسافة أطول لحدود ما يلقاه من الـ UTF-16 والـ UTF-32. وغير كده فيه عمليات فيه تريك تانية بيت ويدن، فالحاجة الكويسة البيت ويدن دي العمليات التريك اللي بتتعمل في الـ UTF-8 دي بتخلي بأنه ما في مشكلة بتاعت أوردرين إيشو للبايت، ما هيكون في مشكلة بتاعت الإنديان لأنه قال لنا الـ UTF-8 بيستخدم نفس الاستريم نفس الترتيب للبايت على كل الكمبيوتر. وزي ما شايفين نحن قلنا الـ UTF-8 حيتمثل من 1 بايت لحدود 4 بايت. 200 بيكون 1 بايت لما يكون الكود بوينت أو لما يكون العد بالهكسديسيمال من 00 لحدود 7F اللي هم ديل الأسكي، هيقوم يشيلوا بايت واحد. لكن من هنا من 8-0 لحدود 7FF هتقوم تشيل 2 بايت الكاركتر المتضمنين في الأرقام دي، ومن 8-0-0 لحدود 4FF ديل الكاركتر اللي هياخدوا 3 بايت، وهنا في الآخر ديل الكاركتر النادرين اللي هيقوموا ياخدوا 4 بايت.